أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. يوافق اليوم 23 من أكتوبر الذكرى 7 لإعلان تحرير ليبيا من نظام القذافي. أعلن التحرير كان في مدينة بنغازي من قبل المجلس الوطني الانتقالي آنذاك وسط احتفالات رسمية وشعبية شملت كل أرجاء البلاد. هذا وتنوه قناة النبأ مشاهديها إلى أنها تفرض تغطية خاصة اليوم خلال مواعيد نشراتها الإخبارية حول ذكرى التحرير. أكد مصدر أمني بقصر بن غشير مقتل رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالمنطقة علي بوشهوة عقب تعرضه لثلاث طلقات نارية. مصدر أمني في اتصال مع النبأ قال أن عملية الاغتيال كانت عقب دخول بوشهوة لأحد المحال التجارية بشارع فرصة وسط المنطقة. وأشار المصدر إلى أن بوشهوة فارق الحياة بعد دقائق من إسعافه بمستشفى العافية. قال وزير الخارجية الإيطالي إن روما تعتمد على مشاركة فاعلة من واشنطن وموسكو في مؤتمر باليرمو في نوفمبر القادم. وبحسب وكالة آكل الإيطالية أكد الوزير أن حكومة بلاده لديها ثقة كبيرة بأن اجتماع باليرمو سيكون من أجل ليبيا وبمشاركة فاعلة من روسيا والولايات المتحدة. هذا وكانت روما حددت 13 من نوفمبر القادم موعدا لاجتماع باليرمو بمشاركة دول واسعة. توفي أمس في بنغازي الشابان رواد محمد ومفتاح الفسي المصابان بمرض الإيدز جراء حقنهم بالفيروس عام 95. هذا وتعرض 426 طفلا للحقن المتعمد بالمرض في مستشفى بنغازي على أيدي أطباء أجانب عن طريق دم ملوث مستورد من بنك الدم الفرنسي. وكان القضاء الليبي حكم بالإعدام عام 2004 على 6 ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني بتهمة الحقن المتعمد للأطفال بالإيدز، وأسقط الحكم في العام الذي يليه، وذلك جراء الضغوط التي مورست على نظام القذافي. ختام الموجز، إلى اللقاء.